فين سعيد البرنس؟ محبوس. اوعى يا وليه يا برنس كلب اوعى. اطلع يا سعيد البرنس ما تحرقش عليها. الحقوني يا عالم الحقوني يا عالم الحقوني يا ناس. عايزين ايه يا اولاد الكلب؟ بس يا ولد انت اسمع نفسك. اوعى هما شوفهم عايزين ايه. انت قد البتاع اللي في ايدك دي يا ذكر. سعيد مش كده والله العظيم شفناه من ساعة ما اتحبس. خش بجوه. ماشي. والله ما شفناه من 3 4 ايام. مش جوه. يلا يا عم انت هو الغرف ده بدل ما اشرحكم. عامل لي فيها راجل يا روح امك. اطلع لي بره واوريك شغلك. راجل غصب عني جابتك. اخلص يا طول الوقت ما تتكلمش خالص. بيقول لاخوك ان احنا مش هنسيبه. هو فاكر المعلم رامي عيل اللي بتهدوا الكلمتين. مع الف سلامه هقول له. تعالى هنا يا ولد. جايب البال واجيبني. جايب البال واجيبني. يا امي مش بتاعتك. ده واحد صاحبي سايبها عندي. بقول لك سيبها. يا واد بتزق ايدي. تعالى هنا يا واد. وجع في بطنك بتاع. أنا المرة دي هسيبك عشان خاطر أمك، لكن المرة الجاية هقطع لسانك. برب ابنك يا عواطف. أنت هنا يا سعيد وسايب الكلاب تنهش في أختك وبنت أختك؟ دخلت إزاي؟ دخلت من الشباك يا عواطف وعارف إنهم كلاب، بس كلاب بتهوهو وبس ما تعضش. جدع يا عبد الله طلعت راجل. بس أنت بقى ما طلعتش يا أخوي. بقول لك إيه يا حبيبي؟ لغاية كده وحلوة قوي طريقك دايري وقعدتك في بيتي ما تلزمنيش بعد النهاردة. أنا اللي قلت له نط من الشباك يا عواطف ولا أنت كنت عايزاهم يذبحوه؟ البيت ده بيتك زي ما هو بيتي يا سعيد. بص بقى يا حبيبي البيت ده لهو بيتك ولا بيته وإن ما كانش عاجبك أنت كمان مع ألف سلامة عليا النعمة. أنتوا الاتنين طلعتوا جوز رجالة وعندكم ريحة الدم. بس 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 لحد كده خلص الكلام يا عواطف. أنا عندي عماد بهات لي هدوم يا عبد الله. بس كده عينيا يا حبيبي هتوصلك ان شاء الله. زعلان عشانه حصله الباب بيفوت جمل. تفتكر يعني عملها وخلع؟ والله يا ابراهيم ساعات الشيطان بيوسوس لي بكده. بس ارجع واقول حماده ما يعملهاش. وما يعملهاش ليه خصوصا بعد ما منال اتجوزت؟ تصدق الازاي دي كانت تايهه عن بالي خالص. اكيد بعد ما اتجوزت قالك وانا هفضل طول عمري اصرف على اخواتي. انا لسه هخلص وانت فاضلك سنتين ثلاثه وبعدين هيبقى في عريس وشبكه وجهاز وانا هخلص مش هلاقي لا شغل ولا ليله وهبقى محتاج برضو اللي يصرف عليا. قالك بلا هم. معقوله حماده الحنين يهون عليه سيبنا في وسط المالح كده؟ يا روح ما بعدك روح. وبالحسابات كده قدامه مش اقل من 10 سنين عشان يتجوز، يعني عمره راح. طب ما هو لو كان عايز يهرب مننا كان سافر وما رجعش. ما يمكن سافر على مركب تانية ولا مع شركة تانية. هو حد عارف حاجة؟ طب وماما؟ ماما اللي قاعدة وحاطة كرسي على الباب ومستنياه. دي شكلها كده هتستناه كتير. اخص عليك يا إبراهيم بدل ما تقولي اخزي الشيطان بتعليها في دماغ أكتر. خلي بالك لو الحسبة اللي بنقولوها دي صح يبقى احنا داخلين على أيام سودة.